شو بده؟ قال في عليه دين لواحد وقال بده ياني ادفع له اياه. قلت لك كل شي بملكه إليك بس لازم تعطي هذا الزلمة 100,000. 100,000؟ مستحيل. شو هالدين هذا كله؟ ما بعرف. وبتعرفي للزلمة؟ ما بعرفه، كاتب اسمه ورقمه هون تحت بالرسالة. قال أعطيه 50,000 هلأ بس يجيب الرسالة، و50,000 بعد 5 أيار. أعطيني هالظرف لشوف. ما في عليه ختم السجن، مو بعته عن طريقهم. ايه مزبوط، الظاهر ناوي على شي. الظاهر هيك. ولا ليش بده اياكي تدفعي نص هلأ ونص لبعد 5 شهر؟ شو بده يعمل يا ترى؟ يساوي اللي بده اياه. ليكون بده يهرب. على فكرة إذا هرب توقع براسك، ما رح تعطيهن، ما هيك؟ هدول إلو. شبكي شو جنيتي أنتي؟ يعني ما أعطي وحط حالي بمشاكل؟ بس واضح تماماً إنه عم يخطط لشي. يصطفل هو حر بحاله، المهم إنه يحل عني. أنا كتير تعبانة وماني متحملة. أنا رح روح. الله يعطيك العافية. لوين؟ على البنك طبعاً. طيب بوصلك أنا. لا سامي أنت ارتاح، أنا بروح لحالي. أنت تعبانة، ما بيصير أتركك لحالك. آي ما قدرت وقف. هاتي إيدك بطبوطة، يلا. صايرة بشعة ما؟ لساتك حلوة ورح تضلي على طول، وبنظري ما في حدا أحلى منك. يلا يلا بلا ما نتأخر، خلينا نروح قبل ما يسكروا، بدي أخلص من هالشغلة. على الأغلب هو. مرحبا أخي. أهلين. بعد شوي، هلأ كاميرات البنك بتصورنا. وشو يعني بتستحي منا؟ لا ما بستحي، هيك أحسن. ليش يعني نحن عم نساوي شي مو منيح؟ أعطيني إياهم وانت سوق لقدام شوي. من وين بتعرفه لمصطفى انت؟ عن طريق الشغل، كنا نشتغل سوا. مشان شو تدين منك هو؟ نزلني هون اخي بعد اذنك. جاوبني على سؤالي. وانت شو رح تستفيدي اذا عرفتي دين امار ومأمار اذا بدك؟ يلا لا تنسوا بقية المبلغ يوم السبت، جهزوا لي اياه. احتمال ما اجي انا، بتصل فيكن على حسب شغلي. ما بعرف، خبركم كيف تبعتوهن، المهم بدي اياهم كاملين، لا تنسوا. سامي روح خلينا نلحقه. مخارجه كتير هالنفق، ما رح نحسن لاقيه. سيدي خليه يروح مو مشكلة. نسيان انه عنا اسمه ورقم تليفونه كمان؟ يعني ما بيقدر يطلع الشريحه ويكبها؟ شغله مو صعبه كتير، وبجوز هذا مو اسمه، شفنا هويته نحن؟ لسه له مصاري معنا، يعني هو اللي رح يرجع ويلحقنا مو نحن؟